كابتن حماده اتكلم عنده قبل الانتخابات، عنده حق طبعا. الدكتور علي حسب الله، انا ما سمعتش علي حسب الله، ما سمعتش ياسر. اسمع اسمع وانت معايا يا ريت. اتفضل اعرض لنا الدكتور علي حسب الله. بس انا حدي لوم عليهم. طيب أقول. تمام، معانا على الهاتف كمان الدكتور علي حسب الله. دكتور علي برحب بحضرتك. اهلا يا كابتن شادي، واهلا بالاستاذ المستشار خالد زين والقناه المحترمه قناه النادي الاهلي، واهلا بالمشاهدين قناه النادي الاهلي. دكتور علي برحب بحضرتك اكيد، وانت قلت لي في الحلقه السابقه اللي انت دخلت في قناه النادي الاهلي وحابب تتكلم معانا وحابب تقول جمله واحده اللي انا هقول صوت الحق. قلت هقول نفس الكلام اللي قاله الكابتن حماده، بصمت اللي عمل لائحه استرشاديه، قلت الوزاره مش احنا. سياده المستشار عايز يسمع حضرتك مره اخرى الكلام اللي انت قلته لنا، بس سريعا يا فندم اتفضل. تحت امرك. مره ثانيه برحب بحضرتك كابتن شادي استاذ المستشار، وفعلا انا عضو اللجنه الاولمبيه المصريه، وانا سمعت من وسائل الاعلام وبعض الصحف ان هناك اجتماع لمجلس الاداره بالامس الساعه 6 مساء، ولم ادع اليه ولم اعلم بان في مجلس اداره سينعقد امبارح، ولا اعلم شيء لجد ولا اعمال، ومحدش اساسا كلمني ولا دعاني لحضور، لان انا المفروض اتم الدوره بتاعتي كعضو لجنه الاولمبيه المصريه، فمحدش ده كلمني ولا حد قال لي اجتماع. اسئله يا فندم لو سمحت، اسئله سريعه. واحد، استاذنك يا دكتور علي، اتفضل. انتوا ما اجتمعتوش من امتى يا دكتور علي؟ يمكن من شهر 5 يا خالد بيه. من شهر 5. الله. المصاريف الملايين اللي اتصرفت ديت وبعثه التضامن الاسلامي، انتوا صارفين فوق ال 5 6 مليون جنيه، ما فيش اجتماعات تصدى على المصروفات شهريا؟ انا لا اعلم شيء عن المصروفات كام بالتحديد، ولا اتصرفت في ايه، ولم اوقع على شيء خاص بمصروفات بعثه التضامن الاولمبي. دكتور علي بعد اذن حضرتك، فين اللجان اللي كانت موجوده اللي انا كنت مشكلها او المشكله من ايام سياده اللواء محمود علي او اللواء منير؟ اللجان يعني اللي كانت فين؟ كان في لجنه محترمه، لجنه التخطيط، وكانت بتبحث العمل الرياضي بجد، وكانت بتقيم الاتحادات وخطط الاتحادات، وكان فيها المستشار خالد زين كرئيس اللجنه الاولمبيه، وكان بيحضر معانا الجلسات. كان فيها شريف العريان، كان فيها اللواء سامح مباشر، كان فيها عبد العزيز غنيم، وكل رؤساء الاتحادات كانوا بتناقش خطط. طيب اللجان دي مستمره ولا خلاص؟ اللجان دي من ساعه حضرتك ما سبت اللجنه لم تتجع، لم تجتمع، ولم توضع على خريطه خطه عمل اللجنه الاولمبيه المصريه. يا دكتور علي اللي حضرتك بتقوله ده دمار. انتوا بتقودوا الرياضه المصريه، طب انا مشيت، انا مت، انتوا كاعضاء لجنه اولمبيه ما بتتكلموش. انا اسف، انا سمعت حاجه، واحد بيتكلم قال لك قالوا لي، والتاني بيقول لك انا بصمت. يا جماعه ازاي الكلام ده؟ يعني انت بيتعرض عليك جدول اعمال لم يقرا؟ لم يقرا ولم يسمع ولم نرى. وانا ما انا بقول لحضرتك انتوا ماشيين ازاي؟ ابسط مثال خالد بيه، انا قلت لك في اجتماع مجلس إدارة اللجنة وأنا عضو اللجنة امبارح الساعة 6، ولم يبلغني أحد ولم أعلم عنه شيء. دكتور علي سيادة المستشار، أنا اديتك فرصة تبقى مذيع على قناة النادي الأهلي، سبت الدكتور علي بتسأله أكتر من سؤال، أنا ليا بعض الأسئلة السريعة ورد مختصر عشان الناس كلها تبقى فاهمة. اتفضل يا كابتن شادي. موقف النادي الأهلي مرة تانية سليم ولا مش سليم؟ موقف النادي الأهلي سليم 1000%. مين اللي عمل اللائحة الاسترشادية اللي حضراتكم ما شفتوهاش؟ معرفش. النادي الأهلي يحفظ حقه ازاي يا فندم؟ نعم يا فندم؟ النادي الأهلي لو لجأ للجنة الأولمبية عشان يحفظ حقوقه، هل موقفه هيبقى سليم ولا موقفه مش هيبقى سليم؟ يعني فوق الترابيزة ولا تحت الترابيزة؟ لا، النادي الأهلي عمره ما بيشتغل تحت الترابيزات، النادي الأهلي بيشتغل فوق الترابيزة. وانا قلت المداخله اللي قبل كده، النادي الاهلي قيمه وقامه بجماهيره وبنتائجه، مش مجامله لحضرتك ولا مجامله للنادي الاهلي. دي حقائق دكتور. دكتور علي اجتمعتوا؟ انا عارف ان انتوا ما اجتمعتوش من 5 شهور زي ما حضرتك قلت، اجتمعتوا اللي تحطوا لجنه التسويه؟ لا، لجنه التسويه والمناعزات عملت على الورق فقط، لم نقعد على ترابيزه واحده. وزي ما تعرف الكلام الخطير ده، ثواني
دكتور علي لو سمحت اخر سؤال، حضرتك بتساند النادي الاهلي بكل قوه او قلت كلمه الحق عشان سقطت في الانتخابات؟ طبعا انا سقطت في الانتخابات بفعل فاعل. اول مش عايز اقول لحضرتك شخصيه مهمه في اللجنه الاولمبيه المصريه بقت تروح ورايا الانديه اللي بروحها، وكانت بتكلم المندوبين وكانت بتقول لهم علي حسب الله والقايمه بتاعته، لان ده من عهد خالد زين ما ينجحش. ده هم من عهدي كلهم. معلش تاني جملة دي مهمة، حضرتك بتقول الكلام ده للنادي الاهلي عنده حق عشان خسرت في الانتخابات، ولا انت شفت امور؟ لا دي حقيقة. خلي بالك دي شهادة للتاريخ. يا فندم انا سقطت ما سقطتش، انا هقول الكلام اللي انا بقوله وانا مسؤول عنه. يا دكتور علي حقاني. شهادة قدام ربنا. لا مش من نوع اللي دكتور علي حسب الله عضو اللجنة الأولمبية اللي ما بيجتمعش خالص، واللي ما بيشوفش رئيس اللجنة خالص، وبيشوف القرارات على صفحات الجرايد. انا بشكرك شكرا جزيلا. لا 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 ده مسخره.